يعني ما فهمناش احنا الارضيه هذيك على اي اساس يعني منطقه معزوله راح الدوله راح تلقى صعوبات، راح تلقى صعوبات وتلقى امور يعني ما فهمناش احنا كهرباء زوج لي بوست احنا ما فهمناش احنا يعني ما الدوله امور كيما دي ما تفوتهاش. هكذا احتج سكان قرى بلديه بوطالب جنوب سطيف مطالبين والي الولايه باعاده النظر في اختيار الارضيه المخصصة لبناء متوسطة معتبرينها أرضية غير ملائمة. من قرية الدار البيضاء وقرية واضح، من قرية الهزال هذه تربط يقرأوا أولادهم يقرأوا عندنا ومتابعين إقليم بلدية بالعابة بصح يقرأوا عندنا ويقرأوا عندنا في بوطالب ويقرأوا عندنا هنا في المدارس هنا، من قنيفة وقبر دلح، من أبو جليخ والعبيد، من معمر الدار البيضاء، هذه هي نقطة مفترق الطرق هي اللي تربط بين القرى والمدارس الكملي. احنا نتمناو ان شاء الله سيادة الوالي، نتمناو ان شاء الله من سيادة الوالي يبعث لنا لجنة مستقلة تدرس في القضية وتشوف القضية. فيما يخص الأسباب التي أدت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية عندنا عدة أسباب. السبب الأول هو بعد المسافة، كيف لتلميذ من قرية واضح ل 20 كيلومتر يجي لقرية أو لأين المكان الذي عينت فيه المتوسطة وهو بقرية قنيفة. قرية قنيفة عندنا من واضح حتى مفترق الطرق او حتى واضح صابي كلها قنيفة، وهذا وفقا لخريطه مسح الاراضي او الكاداستر. ما كانش مكان محدد لحد الان، راني كنت مع الامين العام قال لي ما كانش مكان محدد رانا حاطين فيه المتوسطه باسم قنيفة. هذا تغليط وتضليل الراي العام. استنجدوا بتلاميذ قريه بولرجام ابتدائيه زناتي مسعود لتضخيم وتثقيف العدد لقريه قنيفة. هذا سبب مباشر نطلب التحقيق فيه. فالتلميذ من قرية بولرجان يترك متوسطة عمره الصيف مسافة 2 كيلومتر ويجي لقرية قنيفة 4 كيلومتر، المنطق ما يتقبلها والعقل ما يتقبلها، خافوا الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا المطلب. قال لك أنه قرية أو هذه الابتدائية أو المتوسطة عفوا قاعدة 7 أن التوسط القرى نقول له هذا ضرب من المحال، أنت كاذب يكرمكم الله، كاذب كاذب كاذب. إذا أردت متوسط القرى هذا المكان، هذا هو المكان لتوسط القرى. قرية مفترق الطرق أو المكان مفترق الطرق ماهوش البوجليخ شخصيا، راه يضم قرية الحدادة، قرية أم عمر، قرية قبر دلح، قرية واضح، قرية الدار البيضاء، وقرية بوجليخ اللي تبعد 3 كيلومتر اللي دارنا بها الشعر اللي راه البوجليخ خاص، وقرية الهزال ما نساوش خاوتنا تاع الهزال هذو اللي هنا تاع المسيلة. ثالثي سيدي رئيس الجمهورية، إلى رعيت لينا ورعيت الدم الدم الشهداء، سيدي وزير التربية، سيدي مدير الاشغال العموميه، كل مسؤول يقدر يعاون يعاون، كل مسؤول في الدوله يقدر يعاون يعاون، لان هذه البراءه ما يروحوش في طريق، ما يروحوش ضحيه مسؤول، بالامس كان سجال في يده ويحطها وين يحب ويديها وين يحب. هذه المتوسطه راهي انحطت على او وضعت لاغراض شخصيه. نطالبوا مع السلطات المحليه وعلى راسهم الوالي ولي تسطيف انه نطالبوا بلجنه كما اللي خرجت الاولى وتكون لجنه مستقله بدون اي ضغوطات وبدون اي املاءات. والشي اللي داروه رانا راضيين به. باسم رئيس جمعيه حي قريه الدار البيضاء، احنا ابعد قريه على بلديه بوطالب ورانا قابلين يجي لهنا، هذه المنطقه اللي تجي في النص، هذه القريبه لنا احنا، راهم ولادنا ينوضوا على 5 تاع الصباح باه يروحوا لبوطالب، بعيده عليهم، والبلاصه اللي داروا فيها بقات بعيده كما الاول، كان ما نحوش المشكل، ولكن هنا في مفترق الطرق تبقى قريبه لنا. يا خويا احنا نطالبوا من سيدي من راي من الوالي يدير لنا تحقيق، يفتح لنا تحقيق على هذه الارضيه هذه. الارضيه هذه غير صالحه، احنا غدوه هذا احنا ولادنا بنات وخاصه البنات ما يقدروش يروحوا يقروا في هذه الارضيه هذه، راهي غير صالحه وراك تشوف فيها ارض منخله. احنا نطلبوا من سيدي الوالي ونشكروه على الاستقبال اللي استقبلنا هذاك النهار ودانا ذاك، نقبلوا لجنه التحقيق باش يقبلنا هذه الارضيه هذه، هذه هي اللي فيها الامن والامان، مي هذيك الارضيه راه ما فيها لا امن ولا امان، وبالنسبه للبنات البنات غدوه احنا لو كان نحطوا ثما بناتنا ما يقراوش تما. رئيس دائرة صالح باي يجيب عن هذا الانشغال. المتوسطة المقترحة للإنجاز ببلدية بوطالب، العملية هذه كانت استفادت منها بلدية بوطالب سنة 2020 وين تم اقتراح تسجيل العملية، تم فيه كذلك في نفس السنة اختيار الأرضية بناء على محضر لجنة اختيار الأراضي، وين كانت في عدة اقتراحات، كان في بعضها كان فيه تحفظات أو عوائق تقنية تحول دون تجسيد هذا المشروع بهذه الأرضية.
تم الاختيار انذاك يعني في نهايه سنه 2020 على الموقع بقريه قنيفه. هذا الاختيار كانت في ذلك الوقت كان حسب ما تم تبليغنا به انه كانت له عده اعتبارات، يعني حجم كل او عدد التلاميذ المتمدرسين عبر كل قرية، يعني عدد المتمدرسين في قرية قنيفة أو في قرية المعمر أو في قرية قبر دلح لا يعادل عدد، أو في بولرجان لا يعادل عدد المتمدرسين بالنسبة لبوجليخ أو الدار البيضاء أو واضح. على كل إحنا كان فيه الاقتراح، جاء مقرر تسجيل سنة 2021 بعنوان عملية هو دراسة وإنجاز متوسطة بقنيفة. إذن أنه هذا الأمر يفرض أنه المشروع لازم يتجسد بقرية قنيفة. كذلك كانت فيه دراسات انطلقت وانتهت في سنة 2022. إذن اليوم إحنا دراسة منتهية، كذلك كان تم سبق أنه مديرية التجهيزات العمومية أعلنت على الصفقة المشروع وتم إعداد الصفقة وهي الآن على مستوى لجنة الصفقات العمومية للولاية. إذن يستحيل في الوقت الراهن أننا نتراجع يعني هاد المراحل قضت تقريبا ما يناهز العام والنصف أو عامين. سكان هذه المشات يعلقون كل آمالهم على قرار من والي الولاية يقضي بتغيير أرضية هذا المشروع الذي طال انتظاره.